يقدر توافق كردي تعبد الطريق أمام تكتل شيعي مرتقب. أسبوع أخير لحسم اسم رئيس الجمهورية وباب التفاهمات بين الكرد لم يغلق. خروقات أمنية تشهدها عدد من المحافظات الشمالية على خلفية انشغال حكومة تصريف الأعمال بمصالحها الضيقة وعدم الالتفات إلى الجانب الأمني خلال فترة التنافس على المناصب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، في حلقة جديدة من حصاد الأيام راح نتابع بها ما يقترب من خلال الحزبان الكرديان الرئيسان من بلورة تفاهم جديد قد يفضي خلال أيام إلى تكتل كردي واحد يمضي بالعملية السياسية خطوة إلى الأمام نحو المضي بالاستحقاق الدستوري الثاني المتمثل بتمرير رئاسة الجمهورية. طبعا هنا على ما يبدو فان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامه مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامه بافل طالباني توصلا الى ارضيه مشتركه لفتح الانسداد السياسي الحاصل في العراق برمته واقليم كردستان على وجه الخصوص. بالجانب الاخر ففي الوقت اللي تنشغل فيه الحكومه بكسب المناصب والبقاء في هرم السلطه فان ذلك كان سبب بالتغافل عن الجانب الأمني الذي بات يشهد ثغرة تسعى من خلالها براثن داعش الإجرامي إلى زعزعة الأمن والاستقرار خصوصا بالمناطق والمحافظات الشمالية مستغلا انشغال الحكومة الحالية بكيفية بقائها في سدة الحكم لشن هجمات متفرقة تستهدف فيها المدنيين العزل والقطاعات العسكرية حيث كان آخرها الهجمات اللي شهدتها محافظتي ديالى وكركوك إضافة إلى مدينة الموصل اللي كانت هي الأخرى قد شهدت خرقا أمنيا لجماعة داعش مستغلة هذه الجماعات سوء الأحوال الجوية خلال العواصف الترابية اللي اجتاحت محافظات ومدن عدة من العراق ليشن داعش مؤخرا العديد من الهجمات الإجرامية هناك ولعل أن العاصفة اللي كانت قد فتحت ثغرة أمام العناصر الإجرامية لداعش لم يكن تأثيرها أكبر من الفراغ اللي خلفته حكومة تصريف الأعمال من الناحية الأمنية اللي غيبتها المصالح والمكتسبات من أجل السلطة. في هذه الحلقة مشاهدينا الأحبة راح نتابع هذين الملفين المهمين ونتناقش بتداعياتها مع ضيوفنا الأكارم وهذه دعوة للتفضل البقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله، ما تزال تداعيات الأزمة السياسية تتفاقم يوم بعد آخر في ظل التعنت والتشنج السياسي اللي تبديه أطراف سياسية وما تنتج عنه من تعطيل العملية السياسية وتوقف إجراءات تشكيل الحكومة بسبب الفشل المتراكم اللي منيت به تلك الأطراف في تحقيق مشروعها الاستحواذي على حد وصف خصوم هذا التحالف المشكل برعاية إقليمية بحسب قولهم. نفتح وياكم مشاهدينا الأحبة هذا الملف لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. خطوة متأخرة عن أوانها جاءت بعدما حل انغلاق التفاهمات ضيفا على الساحة السياسية، فزيارة نائب الحزب الديمقراطي جيرفان بارزاني إلى السليمانية يعتقد متابعو الشأن السياسي أنها بدء لمرحلة إزاحة المصدات الخلافية بين الحزبين، كونها أتت بعد قطيعة سياسية طال أمدها وألقت بظلال مساوئها على بقية البيوتات السياسية، فبالتالي إعادة المفاوضات إلى البيت الكردي مجدداً حول رئاسة الجمهورية وعلاقة الإقليم بالحكومة الاتحادية. فوجود تحركات إيجابية ترطب الجو السياسي الذي عانى الجفاف خلال الأيام المنصرمة وشهد تصاعد حدة الخلافات، ربما هذه الزيارة سوف تدق مطرقة القاضي بعودة المياه إلى مجاريها ولو بالأمر اليسير ترميما للمشهد السياسي المتهالك، كون هناك بوادر تشير إلى جذوة أمل بإعادة طاولة الحوارات إلى البيت الشيعي أيضا
وبالتالي الطرق سالكة أمام تشكيل الحكومة المنتظرة. فإن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي، هكذا وصف التقارب الكردي الأخير الذي يراه متابعون أنه يشظي شمل التحالف الثلاثي، وبالتالي عودة بعض أطراف الإطار الشيعي إلى ساحته، إذ يترقب اجتماعات جديدة للإطار الشيعي، فالدعوات تتجه صوب التفاهمات السياسية وتغليب المصلحة الوطنية لإنقاذ البلد من مخاوف الاقتتال بين الكتل المتصارعة. نهى شمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين أستاذ فلاح الجزائري السياسي المستقل، حياك الله أستاذ فلاح، ضيفي كريما، وكذلك ينضم معي عبر سكايب السيد عبد السلام برواري عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، حياك الله سيد برواري. أبدأ مع حضرتك أستاذ فلاح، يعني لما العقدة الثالثة لم تحل وانشغلنا كثيرا بالحكومة والانسداد السياسي، ولكن لم ننسى قضية العقدة الثانية انتخاب رئيس الجمهورية، بالتالي الانسدادات اللي حصلت، المواقف الأخيرة من الأحزاب الثلاثي، الإطار التنسيقي اللي مواقفهم الأخيرة لربما هي اللي فتحت الباب للحوار بين الأحزاب الكردية، برأيك وما شهدناها اليوم من الجلوس إلى طاولة حوار واحدة بين الديمقراطي والاتحاد؟ شكرا جزيلا أستاذ أحمد، وتحية لك ولمشاهديكم الكرام ولضيفك الكريم. الحقيقة فعلا أنه إحنا على الجانب السياسي، بالوجه السياسي، بالمشهد السياسي، تجاوزنا كل المسميات، يعني كل التوقيتات تم خرقها. لذلك بعد لا يمكن أن نعول على قضية الاهتمام أو الركون إلى التوقيتات الدستورية، هذا جانب. الجانب الآخر، رمي الحجر الأخير في هذه البركة، بركة الانسداد السياسي من قبل الأخوة الكرد، أعتقد أعطى فسحة أمل وحرك هذا الجمود، يعني قد يكون قرب وجهات النظر نوعا ما في إيجاد نقطة ضوء لحل هذه المشكلة. بغض النظر عن آلية هذا الحل، هناك استحقاقات، هناك خصوصية، هناك انتخابات في الإقليم مقبلة، هناك توحيد للصف، الأخوة الحزب الديمقراطي قد يكون لا يريد أن ينفرد بالمشهد الكردي السياسي لوحده، لا يريد أن يعني يجانب أو يريد أن يقصي شركائه حلفائه في الإقليم، أمامهم استحقاقات، أمامهم تحديات، أمامهم يعني وجه آخر في ما يعانيه الشعب أو المجتمع الكردي، فبالتالي حركوا هذا الماء الراكد. التحريك أعتقد هو رسالة ليست اطمئنان بقدر ما هو تحريك للآخرين. الأخوة في الجانب أو في البيت السني أخذوا استحقاقاتهم بما وصلوا إليه، وبقى الجزء الآخر اللي هو استحقاقات الحكومية، ولكنه هم يعني لا يتنفسون الصعداء كما هو في البيت الشيعي، بالعكس هم الآن في أريحية أنه أخذوا استحقاقاتهم، وكانت هناك مخرجات للجلسة البرلمانية ومنها رئيس البرلمان وما مخرجاته. يبقى وين الحل؟ يبقى الحل في عنق الزجاجة في البيت الشيعي والمخارج الحقيقية لهذا الموضوع. أعتقد ما ذهب إليه الكرد في قضية التفاهمات قد يعيدنا إلى المشهد الأول، وهو إعادة الرئاسات الموجودة الآن كحل بديل، لأنه أكو كرتي نار. الكرة الأولى هو الشعب وما يعانيه
ليس فقط على مستوى العقم الاقتصادي وضنك العيش وعدم وجود رؤية اقتصادية حقيقية في إدارة البلد، ليس هناك ميزانية. نحن في الشهر السادس مقبلين، عندما نريد أن نقر ميزانية الحلول ترقيعية، المحكمة أوقفت كل هذه. إذن هذا جانب خطر وصعب، وأيضا مقبلين على فوران بيئي صعب ممكن أن يمر به العراق. هذا جانب الأول. الكرة الأخرى هي كرة الانغلاق السياسي وعدم وجود رئيس للجمهورية، رئيس للبرلمان، ممكن للجوانب التنفيذية ممكن أن تضع بعض الحلول خلال هذه الفترة المتبقية من السنة. وجدت ترحاب بحضرتك سيد عبد السلام برواري. يتحدث ضيف الكريم عن هذه الآلية، وهنا ما نعرف هسه نتفائل بهذا اللقاء اللي حصل أم أنه هنالك نظرة من قبل المراقبين بأنه هذه لقاءات اعتيادية ومو معناها أنه راح تفضي إلى تنازل طرف لطرف آخر على منصب رئاسة الجمهورية. نعم، تحية لك، تحية للأستاذ ضيف والأخوات الأخوة المشاهدين والمشاهدات. في الحقيقة للإجابة على هذا السؤال هل يحق لنا أن نتفائل أو لا يعتمد على رؤيتنا لهذا الاجتماع وعلاقته بمسألة رئيس الجمهورية أولا، وثانيا بفهمنا لمسألة اختيار رئيس الجمهورية من قبل الكرد. هذا يحتاج شوية نشرحها. أولا، البيان المشترك اللي صدر عن اجتماع الرئيس الحزبين مكتبين سياسيين على أعلى مستوى من الاتحاد جاء رئيس أم بافل، ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس الأقليم سيد شيبان برزاني اللي هو نائب رئيس الحزب. البيان يتضمن ثلاث نقاط، يقول اتفقنا على أن تستمر هذه اللقاءات لأن هناك قضايا كثيرة يجب مناقشتها. ثانيا، تشكيل لجنة مشتركة للبحث حول موضوع الانتخابات. تعرف أكو مشاريع قوانين كثيرة متناقضة، أكو يريد قسم يريدون يعني دوائر مختلفة، قسم يريدون دائرة واحدة إلى آخره. والشيء الثالث هو أن الطرفين اللي هم طبعا اللاعبين الرئيسيين في حكومة أقليم كردستان أكدوا مرة أخرى على دعمهم للحكومة وضرورة العمل داخل الحكومة لخدمة المواطنين. تشوف البيان المشترك ما لا عن قريب ولا بعيد ما اجى ذكر رئيس الجمهوريه، وهذا اللي انا كنت اكده خلال يومين ثلاثه الماضيه. هذه الاجتماعات في الحقيقه الهدف الرئيسي منها هو ازاله هذا الجو المتوتر اللي حدث في كردستان منذ اشهر، وكذلك المخاطر والتحديات اللي تواجه الاقليم نتيجه مجموعه الاحداث اللي حدثت خلال خمس ست اشهر الماضيه. اذا الاجتماعات هذه ليست لي الاتفاق كما يعني ينتظر منها او كما يبث في الاعلام للاتفاق على مساله رئيس الجمهوريه. صحيح ممكن في الاجتماعات المقبله يتم بحثها، ولكن هنا ارجع للنقطه الثانيه. يعني انا استمعت تقريركم، استمعت الضيف ايضا، واستمع يوميا الى قراءات. صدقوني احنا في كردستان هذا وجود اكثر من مرشحين ما نسميه مشكله، يعني يتم تصويرها كانها هي العقبه في يعني الانسداد. الانسداد هو جاي من مساله الكتله الكبرى. لو كان للكرد مرشح واحد، لو نزلنا بمرشحين، لو نزلنا بسبع مرشحين، القضيه هي هل يعني اذا كانت العقبه الثانيه او الاستحقاق الدستوري الثاني ليس هو سبب الانسداد، برايك راح تمضي الكتل السياسيه بالاستحقاق الدستوري الثاني ويتم يعني تمرير رئيس الجمهوريه بسلام؟ اللي يخلي مسألة رئيس الجمهورية ما تمضي هو أنه الإطار يعني تعتبر نفسه هو أكبر كتلة شيعية وما عنده أكثرية، ما عنده 166، وفي نفس الوقت المحكمة الاتحادية أعطت سلاح بالحقيقة مو بس للإطار، أعطت لكل 110 نائب يعطلون عملية سياسية مثل ما يجري الآن. إذن لو تمكن الإطار من أن يجمع 166 عضو، أنا متأكد بغض النظر عن موضوع الكل شنو، هو راح يعجل في عقد الاجتماع لكي يكلف. التيار عاجز عن ذلك لأن كنت ثلث المعطل. لذلك يعني إحنا ننظر إلى مسألة وجود أكثر من مرشح كمسألة طبيعية، كنتيجة طبيعية للتعددية الحزبية وتطبيق للمادة الدستورية. الدستور يقول يحق لكل مواطن حسب الشروط الأربعة، وأكو 33 مرشح. إذن
العقده مو هناك انه ما يكون مرشح كردي، ويا ريت ما يكون مرشح كردي. طيب. يعني خلينا نقرا هذا التقارب الكردي الكردي بطريقه اخرى. اسمح لي سيد برواري، استاذ فلاح، شلون نشوف هذا التقارب يعني الاطراف السياسيه خارج البيت الشيعي؟ استاذ فلاح، تنظر الى هذا التقارب بانه يراد تأزيم الجانب الشيعي او المعادلات الشيعيه الشيعيه، بالتالي حدوث هكذا تقارب على حساب تأزيم الوضع الشيعي باعتبار انه له استحقاق ثالث؟ هو قد يكون نقراها من جانب آخر، أنه هناك استحقاقات كردية ضاغطة، منها اللي تحدث عنه جناب الأستاذ برواري بخصوص الانتخابات في الربع الأخير من السنة والجزئيات في هذه الانتخابات، وضع المجتمع الكردي والمواطن الكردي في قضية المعيشة والضغط على الحكومة والإقليم في قضية التعاطي والتفاهمات وتوحيد الصف في القرارات المركزية من الحكومة المركزية. يعني أعتقد التفاهمات الآن بين الحزبين يعني لا نعطيها باب أنه أمل طويل، ولكنه لا يمكن أن تكون سلبية، بالعكس نقطة إيجابية وقد تكون ترسم مستقبل للسياسة بالبلد بشكل عام وفي الإقليم بشكل خاص، تكون ضاغطة. وأيضا توحيد الصف كما قلت في قضية الحكومة والقضاء، أيضا قرارات القضاء المركزي. فأعتقد أنه التفاهمات تحتاج في البيت الكردي تحتاج إلى رؤية موحدة في البيوتات الأخرى. البيت السني ما أعتقد عنده خلافات واضحة وصريحة، وعدهم مطالب عندما تتشكل الجزئيات الأخرى. المرحلة الثانية برئاسة الجمهورية وبرئاسة الوزراء سوف تأتي الورقة السنية لكي تقول أنه مطالبنا 1-2-3 مغيبين واستحقاقات ومناطق وما إلى ذلك، وهذه في حينها. نذهب إلى العقم في التفاهمات اللي هي في البيت الشيعي، هل نذهب باتجاه الأغلبية الثلاثية التحالف الثلاثي أم نذهب باتجاه التوافقية؟ خلينا نفتح أكثر الحديث سافلاح، ما دام أنه يرافقنا بهذه الجلسة الحوارية الأستاذ عبد السلام برواري من الديمقراطي الكردستاني. يعني نتحدث عن التحالف الثلاثي، لما ذهب السيد الصدر إلى المعارضة لمدة 30 يوم، بالتالي هل من المعقول أن تذهب الأطراف السنية والكردية في التحالف الثلاثي إلى المعارضة؟ أم أن هذا الموضوع المعارضة ليس من منهاجها ولا برنامجها السياسي، بالتالي لربما هو هذا اللي أنتج التقارب الكردي الكردي؟ السيد الصدر أعطى خيارات سابقة وخيارات لاحقة. خيارات السابقة أعطاها مدة 40 يوم على أنه فرصة للفرقاء أن يذهبون لتوحيد صفهم مع الآخرين مع شركاء التحالف الثلاثي لإيجاد مخرج، وما نجح هذا الموضوع. موضوع الآخر وأعطى رسالة إلى المستقلين، والآن فعلا نحتاج أن المستقلين يحددون بوصلة توجههم. البلد ما معقول يبقى بهذا الانغلاق وهذا التكلس السياسي، يجب أن نذهب باتجاه حلول. أنا ما أحتاج من عندك تخلي لي ورقة مع 10 أو 20 مطلب وتعال نفذوها، لا، أنت حدد لي بوصلة. ذاك البلد يمر بمأزق حقيقي، يا أما تكون جزء من الحل، أو أنه يقولون الحديث انه هو اللي جاء لم من هناك من لم ينصر الحق. قالوا لا، هو لم ينصر الحق بانه هو لم يعني يرفض الباطل. اكو ناس هو ما وقف مع الحق ولكنه سكت عن الباطل. الان البلد يمر بازمه. القضيه الاخرى، الشهر اللي اعطاه السيد الصدر في قضيه التلويح بالذهاب الى المعارضه، وأعتقد المعارضة في هذه الأجواء في هذه الشكلية في هذا البرلمان ما أعتقد تكون ناضجة وناجحة، لأنه سوف تكون معارضة في أرض تغلي وفي جو يغلي من قلة الخدمات، من الانحسار المعيشي، من الوضع البيئي، من التفاصيل. الآن المجتمع ينتظر إلى أناس تم انتخابهم ليخرجوا من مأزق هذا المأزق الضيق. إذن الدولة الآن مشلولة. التفاهمات الكردية أعطت ورقة انذار أصفر للمكونات الأخرى، وقد تعطي إن وصلت إلى مرحلة
تجاوزت مرحلة التفاهمات وذهبت إلى مرحلة الإجراءات بأنه قد تلويحنا قد يرجع دكتور برهم صالح مقابل الاستحقاقات الحزب الديمقراطي الأخرى التنفيذية، أو أن هناك تفاهمات على مستوى الانتخابات المقبلة في الإقليم وهناك إدارة قد تكون موحدة وأن يذوب الجليد بين الحزبين، وبالمقابل هناك إصرار و يعني إصرار على الموقف في البيت الشيعي، نحتاج إلى تقارب إلى وجود حلول ناضجة وأن يكون إيثار وترابية وتنازلات من أجل المصلحة. هذه الجزئية مع السيناريو اللي اقترحت حضرتك أكثر السيد عبد السلام برواري أستاذ برواري، يعني لما يكون هنالك لقاء كرديا بالتالي حددت ثلاثة أطر للتفاهمات وما خرج عنه هذا اللقاء، بسؤال صريح هل سيتنازل الديمقراطي عن منصب رئاسة الجمهورية للاتحاد؟ يعني أنا مو من الناس اللي أطلع حكي من جيبي، بما أن البيان المعطيات عندك وتقود هذه المعطيات إلى نتائج بالتأكيد، يعني البيان اللي طلع من المكتب السياسيين ما أشار بعن قريب ولا بعيد إلى الموضوع، وأنا حسب خبرتي وحضوري مثل هذه الاجتماعات بالتأكيد تم الاتفاق على أن ممكن إهمال هذه النقطة إلى الأخير، يعني صدقوني إحنا الناس ما يصدقونه يا أخوان، هاي بالنسبة لنا مو مشكلة، إحنا ما ننظر لها كمشكلة، ما أدري ليش يعني الكل يتصور أنه ملاك وهم في لدى الكل إلا مسألة برهم أو ريبر، لا يروحون ينتخبونه مثل ما صار في 2018، هذا مو موضوع أصلا بالنسبة لنا. وبعدين يعني شنو يتنازل؟ وهاي الاتحاد الوطني فرض إرادته، يفرض إرادته، إحنا كنا كل الأحزاب الكردستانية الموجودة بالمجلس النواب وغير موجودة نقول العرف، هذا العرف السائد في العراق أعطى المنصب للكرد، لا يحق لأي حزب لا للديمقراطي الكردستاني ولا للاتحاد الوطني أن يقول هذا من منصبي. الحشي على هذا الاتفاق اللي كان في 2007 منتهي، يعني لما كوادر الاتحاد الوطني يقولون هذا المنصب مقابل المناصب الأخرى اللي يستحوذ عليها الديمقراطي في كردستان، رئاسة إقليم، رئاسة وزراء، هذا كلامه كأنه إحنا بانقلاب جايين. يا أخي في كردستان عندنا قانون، رئيس الإقليم ينتخب في 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 برلمان كردستان، أي شخص يقدر يرشح نفسه. إحنا شنو ذنبنا عندنا 45؟ تمسك بالمواقف سيد عبد السلام، يعني التمسك بمنصب رئيس الجمهورية من قبل الطرفين رغم التفاوضات أو التفاهمات السابقة، كان في كل دورة برلمانية يمضي هذا الموضوع بأريحية، ولكن يعني الأطراف السياسية هنا راح يعيدون فكرة الحوار، يبقى باب الحوار مفتوح كما تفضلت حضرتك، حتى تكون هنالك تقديم تنازلات من طرف لصالح طرف آخر. تسمح لي أكمل حبيبي؟ تتفضل. يا أخي هذا اللي يصور وأنه خلاف، إحنا ما نسميه خلاف أولا، ثانيا أنه نصور للناس أن الانسداد السياسي أحد أسباب مسألة عدم اتفاق الكرد على مرشح، خطأ كبير وخداع للناس أبدا، هذا الموضوع لا من بعيد ولا من قريب ما له علاقة بالانسداد السياسي. الانسداد السياسي جاي على عدم، على إحنا خلافنا منافسة، والمنافسة تعودناها منذ 1992 وعندنا 6 دورات انتخابية. اللي يجري اليوم هو اللي الأخوة الشيعة اللي سمعت منهم كسر عظم، يعني واحد يزيح الآخر، يحكون على الاستقصاء وعلى الاستقصاء وغيره وغيره. احنا واصلين إلى مرحلة، أنا من الناس وهواية محللين، أنا أقعد وياهم أكاديميين، نؤمن بأن اليوم احنا دخلنا إلى مرحلة يجب أن نتحضر حتى نتعامل معه. ما حدث بعد 2003 من اصطفاف كل الشيعة في البيت الشيعي وكل السنة في البيت السني والكرد في الجبهة الكردستانية القائمة الكردستانية كان نتيجة طبيعية لأحداث 2003 والتجارب السلبية مع النظام في الحكومات السابقة خاصة بالنسبة للشيعة والكرد. اليوم ورغم بدأنا إحنا اللي كنا معارضين الطرفين ده نحكم دا نطلع سياسيين فاسدين، دا نقدم سياسات فاشلة إلى آخره، اليوم هذا النظام التعددي الحزبي فرض الآن أعتقد إنهاء مرحلة البيت الشيعي الموحد والبيت السني الموحد والبيت الكردي الموحد. يعني هواي يحشون يقولون السنة موحدة، والسنة ما موحدين يا أخي، العزب نصه رايح ويا السيادة وصماره رايح. طيب
نص النواب السنة عشان لا ويا زيادة ولا ويا عزب ولا ويا كذا. الكرد أي ثمان أحزاب يعني كل واحد عنده طريقته. أنا أتصور الأخوة الشيعة قالد يخافون منه، يعني مسألة مواجهة هذا الواقع اللي أعرف أمور أعرف الناس ممكن راح يتهجمون علي من أقول صدقوني إحنا اليوم داخلين إلى مرحلة ما يمكن أن ينجمع كل الشيعة في كتلة نيابية أو في تحت برنامج معين ولا الكرد. طيب لو كان هذا السيناريو قابل للتطبيق سيد برداري يعني وأستاذ فلاح، هنا انجمع كل الشيعة في كتلة نيابية واحدة وشكلون الكتلة الأكبر، بالتالي ماذا عن تقسيمات الوزارات، ماذا عن تقسيمات الدرجات الخاصة؟ يعني لما تكون هي المسألة يبدو أنه العقدة الثالثة شيعية شيعية، ما له دخل لا الأحزاب السنية ولا الأحزاب الكردية. هو التشظي احنا تحدث به الأستاذ برواري انه ليس هناك من وحي الخيال انه بعض التصريحات او الكلام. الحقيقة تحدثنا سابقا وكثيرا على انه نتمنى من الأخوة الكرد ان يرسلوا يغيروا النظر اللي قد صبغوا فيها بأنهم سبب قد يكونوا في الانقسام والتشظي العام الموجود في البيت الشيعي. نعم. بقضية أنه جزء من عتهم لا يزال على التل، وجزء ذهب مع الإطار، وجزء آخر اللي هو الحزب الديمقراطي ذهب باتجاه التحالف الثلاثي. وتحدثنا وسمعنا كثيرا مثل ما سمع الأستاذ، ولكن نشعر نريد أن نرسل رسالة اطمئنان وأن نقف في كلمة سواء. الأخوة الكرد اليوم نتمنى أن يذهبوا باتجاه كلمة سواء، يعني الوقوف على التل كالمتفرج على أنه ما يضفي إليه الانقسام والتشظي الأكبر والتشظي الشيعي أعتقد ليس فيه أريحية ولا فيه مصلحة للشركاء الآخرين. ضعف إلى ذلك لحد الآن أكو هناك أصابع تشير إلى أنه الأخوة الكرد هم المستفيد الوحيد من إبقاء الوضع بهذه الكيفية مدة أطول، فلا قرارات لحكومة لمحكمة اتحادية تمضي ولا لاستحقاقات منافذ وغيرها تمضي، وهم منشغلين بانتخابات وقانون انتخابات وما إلى ذلك، والخلافات الشيعية قد تختلف في حدود بغداد وممكن أن يتوحدون في داخل بغداد. أقول نعم هناك اختلاف في الرؤى في البيت الشيعي، وهذا لا يفسد في التحالفات السياسية الموجودة، نعم، ولكن أقول ليحرك الماء الراكد في البيت الشيعي الأخوة الشركاء سواء على المستوى السني أو على المستوى الكردي، وأن يأتوا إلى كلمة سواء، وأن يجتمع الجميع في قضية إنقاذ بلد، مو قضية الله أنه أنا أخذ وزير هنا أو رئيس هنا أو فلان هنا، تعالوا لنتفق جميعا. هناك علاقات وطيدة بين قوى الإطار وأيضا سماحة السيد الصدر مع كل الأخوة الآخرين سواء في البيت السني أو في البيت الكردي، ولها عمق تاريخي كبير لا يمكن أن تجاوزها لمصلحة وزير أو سفير أو فلان أو فلان. هذا التأخر أثر تأثير سلبي على الواقع الأمني العراقي وفسح المجال أمام عصابات داعش لاستغلال هذه الثغرات. أنا أشكر الأستاذ عبد السلام برواري، ما خليني أجاوب كلمتين عبر سكايب، شكرا جزيلا يا اخي، خليني طيب مجال تفضل البقاء معي استاذ فلاح الجزائري كي نتابع في الملف الاخر. مشاهدي الاحبه، فروقات امنيه تشهدها عدد من المحافظات الشماليه على خلفيه انشغال حكومه تصريف الاعمال بالمصالح الحزبيه وعدم الالتفات الى الجانب الامني خلال فتره التنافس على المناصب.
من جديد حياكم الله. على الرغم من القضاء على الجماعات الداعشية إلا أن فلول داعش ما زالت تقدم إلى عملياتها الإجرامية في المناطق الشمالية اللي تشهد تصعيد على مستوى الخروقات الأمنية، حيث كانت محافظة ديالى وكركوك والموصل قد سجلت مؤخرا خروقات أمنية استغلت فيها عناصر داعش انشغال حكومة تصريف الأعمال بالبحث عما يمكنها من التمتع بزمام السلطة، فضلا عن استغلالها لسوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية لتقدم على جرائمها اللي تريد من خلالها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. إذن التفاصيل الأوفى قبل أن نفتح هذا الملف مع ضيوف الكرام نتابعها في تقرير الزميل علي حبيب. لا تزال المحافظات الشمالية تعاني من الاعتداءات المتكررة لتنظيم داعش الإرهابي بعد تنفيذه لجريمتين منفصلتين استهدفتا من خلالها المدنيين في ديالى وأغار على الفلاحين بمحافظة كركوك، مستغلا سوء الأحوال الجوية وعواصف الغبار التي وارت خلف ريحها الصفراء، إرهابا يستفيد من الطبيعة الجغرافية المعقدة التي تمتاز بها تلك المناطق فضلا عن بعدها عن مراكز السيطرة المباشرة. هذه الخروقات الأمنية تفتح باب الاستفهامات حول طبيعة الوضع الأمني الهش وما تشهده تلك المناطق من عمليات مماثلة، فداعش الإرهابي يضرب ويهرب بعيدا عن أعين العسكر، وهذا الأمر يتطلب حالة من الحيطة والحذر لمعالجة هذه الثغرات الأمنية عبر اتباع نظم حديثة تتلائم مع مستوى التهديد الإرهابي. أن داعش بدأت تعرض قوتها من جديد وبدأت تحاول أن تظهر على السطح. اليوم القضية لا يجب أن لا تكون طي الكتمان ولا تذهب هذه الدماء الزكية كما ذهبت التي سبقتها، وعلى الحكومة العراقية وبالخصوص السيد القائد العام للقوات المسلحة أن يضع النقاط على الحروف. ومع استغلال العصابات الإجرامية الظروف الجوية في تنفيذ عملياتهم تثار المخاوف من استمرار الوضع الأمني بالتدهور، خاصة مع ثبات القوات الأمنية على مفردات لا تتماشى مع ما تعمل به التنظيمات الإرهابية وفق نظام المجموعات قليلة العدد، فبقاء الحال على ما هو عليه سيجعل من هذه المناطق الضائعة سكينا في خاصرة الأمن وقنابل موقوتة ستنفجر تباعا على المدنيين العزل كل ما سنحت لها الفرصة بذلك. علي حبيب، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجد ترحابي بضيف الكريم أستاذ فلاح الجزائري السياسي المستقل، حياك الله أستاذ فلاح ضيفا كريما، وأرحب بضيف الكريم أستاذ صفاء الأعسم الخبير الأمني، أهلا بك أستاذ صفاء. أستاذ فلاح، يعني في ظل الانتشار الكبير للقوات الأمنية قطعات الحشد الشعبي، برأيك كيف يمكن أن يحصل مثل هكذا خروقات أمنية تقوم بها عصابات داعش بين الفينة والأخرى تجري هجماتها سواء على المدنيين العزل أو حتى على القطاعات العسكرية؟ نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد وتحية لك ولضيفك الكريم. حقيقة لطالما نسمع أنك أسلوب اتخذه داعش من المواجهات المباشرة إلى أسلوب المصائد أو أسلوب الكري والفر في مناطق إشغال للقوات الأمنية في مناطق معينة، يعني ما جرى في الطارمية، ما جرى في جرف النصر، ما جرى في الجزيرة، ما جرى في تل الحمرين وهذه المناطق، وخطف لمواطنين على الطريق السريع مثلا أو ما إلى ذلك، وما حدثه منذ يومين في هذه المجزرة الكبيرة التي حصلت في كركوك. أعتقد أنه هناك خواص الرخوة، وهذه الخواص الرخوة أو المناطق الرخوة هي مسجلة عند القوات الأمنية وقوات الحشد وأيضا القوات بشكل عام، يعني لكن هناك ضعف في قضية المعالجة الصارمة وأيضا الحلول والجهد الاستخباري، هذا جانب. الجانب الآخر، هناك عدم توحد حقيقة، هذا وجدناه طيلة هذه السنوات، وعدم توحد القرار الأمني في قضية اتخاذ الإجراءات والقرارات الصارمة وتوحيد الصف وتوزيع الجهد وتوزيع الأدوار، ويتأثر الجانب الأمني بالمزاج السياسي، والحقيقة الاختلاف السياسي، الانشغال السياسي، المناكفات السياسية يعني مؤثر حقيقي وكبير في قضية الاستعدادات والجوانب الأمنية. إضافة إلى ذلك، هناك
إضعاف وتضعيف للمؤسسة العسكرية للأسف. عادة كنا نسمع أنه هناك يجب أن يحافظ أي منتسب للقوات الأمنية من خصوصيات عمله كمواطن أن يحافظ على أمن وسلامة وأمن وحتى العسكرية، يعني حتى أسماء الجنود أسماء الضباط وين رايح وين جاء، إلا حقيقة في هذا الوقت هناك انتشار على صفحات التواصل وأنه هذه الفرقة ستتحرك وهذا الضابط نقلوه لأنه من الجهة الفلانية ومحسوب على الجهة هكذا، وهذا إضعاف حقيقة للجهة الأمنية والمؤسسة العسكرية. هذا الإضعاف يقابل أيضا تحصينات مهمة تجريها المؤسسة الأمنية وتوفرها قطعات العسكرية في المناطق اللي تشهد خروقات أمنية والصفاء، بالتالي يعني هذا الإحكام وفرض الأطواق الأمنية، السيطرة من قبل هذه القوات الأمنية، الحشد الشعبي، ليش تكون هنالك ثغرات ويتم استغلالها من قبل عصابات داعش؟ وين المشكلة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم أستاذ أحمد وعلى قناتكم مشاهديك الكرام وعلى ضيفك الكريم، حياك الله. يعني الحقيقة أنت تكلمت على المؤسسة العسكرية بشكل عام، هو إحنا يعني حتى نكون شفافين أكثر، إحنا عندنا نقاط خلل وخاصة على مستوى الجانب الحدودي، يعني إحنا نتكلم على تنظيمات إرهابية على داعش تحديدا. طبعا يعني الأمن الداخلي يفرق كثير عن الأمن الخارجي، وهذا إلى مردودات وواجبات عمل، والآخر إلى واجبات تختلف كليا. هسه إحنا خلينا نتكلم في موضوع داعش أو التنظيمات الإرهابية. شوف، إلى أنه كل التفاصيل اللي تشغل البلد الآن هي تعمل لخدمة داعش، يعني إن كان انسحاب أمريكي، عدم تزويد العراق بتجهيزات عسكرية، الأتربة اللي حدثت خلال الفترة السابقة. شوف هسه إحنا يعني خلال الست أشهر السابقة داعش بدأ يقوى بالعراق، هذا الشيء ينتج إلى أنه أو شيء أدي عفوا إلى أنه هنالك جهات أذرع خارجية طبعا تدعم داعش، وبالتالي استطاع داعش أن يخترق الحدود العراقية، إن كان على مستوى على شكل لاجئين، إن كان على مستوى دخول إلى العراق بشكل غير رسمي، يعني عن طرق نيسمية غير مؤشرة أصلا على الخريطة، عن طريق عوائل دواعش اللي استقبلهم نتيجة يعني قوات قسد والتوجه إلى العراق من قبل الجانب السوري. زائدا النقاط الأخرى اللي هي مثلا المناطق المتنازع عليها، هسه احنا نسميها المناطق المتنازع عليها واحنا بلد واحد، هذا الموضوع يحتاج لشرح طويل جدا، ولكن هذه نقاط خلل. زائدا النقطة الأهم من كل هذا بالموضوع هو إلى أنه هنالك أذرع داخلية داخل البلد تساعد داعش، ولا داعش أنت شلون يعني أستاذ أحمد شو تتوقع داعش شلون عايش؟ هسه عايش وده ياكل وأرزاق يومية وخضار وتمويل وفلوس وعتاد وسلاح وعجلات تمشي وبنزين وقود. إذن أكو من يساعد داعش، إحنا نسميها الأذرع الداخلية اللي هي أصلاً مستمدة قوتها من الخارج، وإلا تمويل مالي أكو. إحنا خلينا نحسب الشهر السابق هسه شهر نيسان على الإحصائيات اللي عندنا، داعش كانت مردودات المالية 8 مليون دولار. تدري تتكلم على 8 مليون دولار لداعش جاء تمويل خارجي، هذه هيك أرقام يعني تعزز قوة داعش. زائدا أكو نقطة مهمة أيضا، داعش الآن إحنا يعني سبق وأنت كلمت ويا جنابك كريم، داعش يتعامل الآن ليس بالجانب الطائفي، داعش يتعامل بالجانب المالي المادي، هذا نتيجة ضعف، يعني نتيجة ضعف مستوى المعيشة، نتيجة ضعف المستوى العلمي، نتيجة عدم وجود عمل، نتيجة شباب طائش يعني غير متعلم. هذه كلها نقاط تأشر إلى أنه داعش بدأ بالقوة داخل العراق، كون إلى أنه هنالك ثغرات كبيرة. طيب. وبالتالي تشوف داعش لديه السيطرة الكلية في شمال غرب الأنبار وغرب الأنبار، يعني هذا الصحراء. دعم خارجي، حرية في الحركة في دعم الداخل. خارجي إحنا زائدا أذرع داخلية، دعم داخلي. تدري داعش هذا يعني كله في كفة أستاذ صفاء، خلي أقاطعك بهالنقطة بالذات. يقال أنه هسه حقيقة أنا ما أدري يعني تفصيل الكلام بشكل دقيق، ولكن مستوى المعيشة لداعش أفضل من أي مستوى لعراقي داخل العراق. تدري هذا موضوع خطر جدا، يعني طيب. احنا ما يصير نوصل راح نرجع إلى الحكومة، قائد العام القوات المسلحة، الحكومة هسه تصريف أعمال يومية، يعني هل من المعقول هاي التحديات أستاذ فلاح يقابلها
ضعف عدم تشكيل حكومة لحد الآن، حكومة تصريف الأعمال اليومية لربما انشغلت بأمور أخرى غير الجوانب الأمنية. يعني احنا اعتقد قبل أيام أو الشهر الماضي كان هناك اجتماع للقائد العام القوات المسلحة مع القوات الأمنية ومسؤولي الجهات الأمنية بشكل يعني ما بين الحشد وبين القوات الأمنية. استاذي هناك ضعف في قضية بغض النظر هسه حكومة تصريف أعمال الجانب الأمني لا يتحدد بهذه الجزئيات، هناك أرواح ناس، هناك استقرار بلد، سلامة واستقرار البلد وهذا العيش بسلام التعايش السلمي رفع الروح المعنوية للمواطن أن يعمل وأن يجازف وأن يعني يعيش في بلده، هذا ما له علاقة سواء تصريف أعمال أو غير تصريف أعمال، هناك تحديات خطيرة ظهرت على السطح. هذا سبب شنو؟ سبب أنه توفير الاحتياجات التجهيزات مواكبة التطور ضعيف في قضية الجوانب والمؤسسة العسكرية. هسه لا نريد أن نقول بشكل عام ولكن من الملموس يعني مثلا ما عندنا بعضهم الكثير من الأخوة اللي نلتقي بهم كقادة كفصائل في الحشيد يقول ما عندنا مثلا إمكاني أن نشتري مثلا كاميرات حرارية أجهزة تنصت أجهزة مراقبة نقطية تطوير المهارات للجنود والدوريات والمعايشات وما لا ذلك أسلحة حديثة الرصد والرصد الليزري البالونات والطائرات المسيرة والمراقبة لإحداثيات التحرك بالنسبة لتواجد الحواضن داعش تفعيل الجهد الأمني. إذن هناك تحرك واضح بالنسبة للدواعش وما حصل في قضية أعتقد الحملة الأخيرة والمعركة الأخيرة و ما جرى في الجزيرة ومعرفة الحواضن نحتاج أن تكون في هذه الجوانب أخرى. الآن تلال الحمرين مغلقة بشكل كامل، داعش قد يكون انتهى من ناحية الأشخاص عسكريا يعني كبناء جسدي عسكري، قد يكون جنود من الخارج مغرر بهم كذا، ولكنه لا يزال يحتضر نعم ولكنه لم يمت، هناك بناء عقائدي لهذا التنظيم وهناك من يغذيه من جديد. وما تحدث عن الأستاذ الأعسم هو أن هناك ظروف تبعث الحياة في داعش من جديد، الفقر، الجهل، قلة العمل، البطالة، انحسار الرزق، انشغال السياسيين بأنفسهم كذا، تلاحظ مناوشات من هنا وهناك. يعني ما حدث هو أولا ضرر بالاقتصاد، حرق المحاصيل، وأيضا استهتار في الوضع الأمني المواطن العراقي. ولكن لو ذهبنا إلى الميدان نستثمر انضمام السيد نبيل عيسى البشيري آمر لواء 16 للحشد الشعبي ينضم معنا عبر الهاتف من كركوك، حياك الله سيد بشيري. كيف تصف التنسيق المشترك بين القوات الأمنية، القطاعات العسكرية للجيش العراقي، باقي القطاعات الأخرى، تنسيقها مع الحشد الشعبي اللي تشترك وياها بنفس المهام في هذه المناطق اللي تحدث بها خروقات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير للأخوة جميعا. بالنسبة للقاطع والقواطع، نعم ما تفضل الأخ به الدواعش موجودين والدواعش لم تنتهي بشكل كامل، الحواضن موجود، ولكن ما حدث في الآونة الأخيرة استغلال داعش يعني الظروف الجوية، ما حصل من العاصفة الترابية في عموم العراق وفي محافظات مثل الديالة وكركوك وأنبار وغير هذه المناطق، العاصفة الترابية يستغلها داعش، وداعش لحد الآن لم يستطع بأخذ نقطة لا من الحشد ولا من الجيش. نعم تعرضات موجود وهناك صد لهذه التعرضات، وما حصل في كركوك من استشهاد 6 من المواطنين العزل الفلاحين خرجوا إلى حصاد يعني حصادهم، وحصل بعمل قام داعش يعني بعمل جبان يعني راعي 14 ما دام يكون هنالك تعرض للمدنيين ولمجهوداتهم، هل وجدتم تعاون قبل الأهالي في المناطق اللي تعرضت إلى الاعتداءات وفتح ثغرات فيها؟ نعم القواطع فيها ثغرات وهناك تنسيق، كان هناك اليوم كان هناك زيارة لعمليات المشتركة وعلى رأسهم نائب قائد القوات العامة الفريق الركن عبد المير شمري مع وفد يعني لوضع
يوضع يعني وسد هاي الثغرات او الحدود الفاصله بين القوات الامنيه، فهناك يعني حلول لمعالجه هذه الثغرات ميدانيا. اما عمل داعش الان بقيامه باعمال بسرقه وباعمال حرق المحاصيل او استغلال مثلا الفلاحين وهم مشغولين في موضوع الحصاد، هذا اتصور عمل جبان. واليوم وما حدث في كركوك كان فلاحين ولا يحملون اسلحه، ولكن ما اما بالنسبه للقوات الامنيه نعم هناك تنسيق، هناك تنسيق يعني على اعلى المستويات بين القوات الحشد والاتحاديه والجيش. وانا اقول يعني داعش لا يستطيع ان يحتل او ياخذ اي نقطه من نقاط قواتنا العسكريه. نعم موجود يتعرض، ولكن هذا لا يعني بانه داعش يرجع الى ما سابق كان. معلومه جيده، اشكرك شكرا جزيلا. السيد نبيل عيسى البشيري امر اللواء 16 الحشد الشعبي حدثنا عبر الهاتف من كركوك. سيد صفاء، نتحدث عن الجانب الاستخباري، هل تعرفوا يعني هذا الجانب اللي ما عنده إعلام ولكن هو طبيعة عمله تقتضي بأن يعمل بصمت، هل قادر على تحديد هذه الثغرات وردم هذه الهواة بالتعاون مع بقية الصنوف والقطاعات؟ أستاذ أحمد، الجانب الاستخباري موضوع كبير جدا، يعني أنا أتكلم من وجهة نظر العسكرية كوني ابن المؤسسة. نعم. شوف، الجانب الاستخباري يحتاج إلى معدات استخبارية كفوءة، وهذا الموضوع يعتمد على موضوع يعني منظومة التسليح اللي تجهزنا، يعني عقيدة التسليح العراقية تدري الكل يعرف لأنه أصبحت بعد 2003 إلى عقيدة الغربية، وهذه واحدة من الواجبات الرئيسية إلى الجهة المصدرة للسلاح. هسه أنا أتكلم بشكل عام على الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. التقصير واضح وكبير جدا، يعني هنالك تقصير عالي في هذا الموضوع. تدري أنت الجهد الاستخباري هو يعني بطلنا بعض الناس تتعامل ويا الكيناين وتفتش تفتيش يدوي، هذا العالمياً اختفى هذا الموضوع. يكفي إلى أن يعني تضع أكثر من جهاز رادار مثل ما تطرق له السيد الضيف السيد الجزائري، إلى أنه يجب أن تكون هنالك أجهزة استخبارية حديثة. ولا أنت يعني لاحظت خلال الأسبوعين السابقة كان التركيز على أنه هنالك غبار والعراق يتعرض إلى أتربة. طيب هو الأتربة يعني تضر العراق وتخدم العدو، ولا المفروض تخدم العراق وتضر العدو؟ نعم. مو معقول احنا بعدنا نعتمد على المشاهدات العينيه، هذا الكلام مو معقول يعني كليا. هذا الموضوع يخلي القطاعات العسكريه تجري حركات او تحركات استباقيه وعمليات استباقيه في الوقت الحاضر حتى تتصدى وتقطع دابر عناصر داعش. سيدي الكريم، الموضوع مو موضوع تدريب وتنقل حركات واتجاهات فصيل استطلاع، هذه مواضيع صارت قديمه. نعم. نتكلم على جهاز، يعني انت تحتاج الى اجهزه رصد، هنالك اجهزه رصد الى حد مستوى الشخص الواحد احنا نفتقر لها. مو معقول احنا نتكلم على حوض جبال حمرين يطل على خمس محافظات، ونتكلم على الصحراء الغربيه اللي هي عشرات الوف الكيلومترات، ولغايه اليوم نتكلم على ابراج ويجب ان يكون هنالك المقاتل على البرج وفي حاله حجب الرؤيه نتيجه الاتربه يفقد السيطره. هذا كلام مو صحيح. طيب هذا كله انا اتكلم سياسي اكمل الفكره استاذ احمد. نعم. بعد اذنك، هذه كلها نتكلم بنقطة واحدة هي نقطة التسليح والتجهيز. زائدا نحتاج إلى نقاط استخبارية كثيرة، مثلا التعاون مع العشائر أبناء المناطق، هذا الموضوع مهم جدا، يجب أن يكون حس استخباري للجميع، يجب أن تكون هنالك أيدي مساعدة، يعني أبناء العشائر الشريفة بالمناطق يجب أن يكون لهم دور كبير جدا. التضرر الأكبر بحرق المحاصيل وغيرها اللي تفضل بها السيد البشيري. أستاذ فلاح، يعني نتحدث عن إلقاء الظلال الثقيلة الأزمة السياسية وتلقي ظلالها على الجانب الأمني، كم تعطيها يعني نسبة مئوية؟ هذا مؤثرة، يعني مؤثرة بشكل كبير، يعني بل كل المشهد ما أخذته، لأنه الانشغال السياسي يعطي خواص الرخ في الانشغال الأمني. أنا فقط أريد أعرج على ما تحدث به الأخ البشيري على أنه القضية أجواء وغبار، يعني إذا كل غبار نفقد النسد، يعني ما أدري بطل القاتل إذا الدنيا تراب سيدنا حقيقة. ها أقول بطل القاتل إذا تراب سيدنا، لا إذا يعني إذا كل تراب نفقد لنا 10 و20 و50، طيب ما يخالف. أنا أقول هذا إهمال أو ترهل وكسل في قضية الإدارة الأمنية. وجانب الجانب الآخر، ليس من المعقول أنه أولئك الذين قاموا بهذه المجزرة أتوا من 400 كيلو أو 500 كيلو،
إذا من مناطق قريبة ممكن تحديدها لو كانت الأمور الاستخباراتية على درجة من الدقة. احنا أيضا أشركنا المواطنين ومتابعي موقع قناة الأمن الفضائية في هذا الموضوع وسألناهم باستطلاع لآرائهم، هل تعتقد بأن انشغال حكومة تصريف الأعمال عن الملف الأمني كان سبب الخروقات الأمنية الأخيرة في المحافظات الشمالية؟ 76% قالوا نعم، و21% قالوا كلا، و3% تحفظوا على الإجابة. الأستاذ فلاح الجزائري السياسي المستقل أثرية الحوار، شكرا جزيلا لحضرتك. حياكم الله أستاذ أحمد. والأستاذ صفاء العاصم الخبير الأمني، شكرا جزيلا لهذه الإثراءات الأمنية والخبرة العسكرية. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة، في أمان الله.